زين العابدين ويانا عبر الهاتف. اهلا وسهلا شاعرنا وبطلنا زين العابدين. حياك الله استاذنا العزيز. حياك الله حبيبي. بالبدايه نحب نبارك لك على هذا الفوز من بين 50,000 مشترك. حدثني شلون رحت المسابقه وشلون قدرت تاخذ المركز الاول؟ طبعا شكرا شكرا لهذه القناه التي تحتفي بالمبدعين، وشكرا لك على هذه التهنئه الجميله. طبعا المسابقه هي مسابقه التسجيل بها يكون عبر الانترنت. شاركنا في البدايه في موقع المسابقه، في موقع إسراء المركز الذي يدير المسابقه والبرامج الاخرى، ثم تاهلنا الى مرحله اخرى، مرحله من المقابلات الشخصيه التي تجرى عبر زوم، ثم مقابلات شخصيه اخرى تتبع تلك. من خلالها تاهلنا الى الملتقى الاسرائي، والملتقى الاسرائي هو عباره عن اقامه اسبوعين في المملكه العربيه السعوديه لتتبع محاضرات وورش كتابيه ولقاء ادباء وكتاب عالميين وعرب ومحليين. فكانت التجربه مثريه جدا لان البرنامج بجميعه يؤمن ان الكتابه هي تاتي بعد القراءه، فهو يقيم لك الورش والتدريبات الكتابيه لكي تكتب نصا تنافس فيه في الحفل الختامي. فهكذا كانت مجريات المراحل في المسابقه. زين، اريد اسالك، النص اللي انت كتبته اثناء المشاركه، لو هذا النص سابق انت كاتبه وشاركت فيه؟ بالضبط، في هذه الاسبوعين يكتب المشاركون نصوصهم، وانا كتبت النص في فتره اقامتي في ارض المملكه العربيه السعوديه، فكان انال هذا الاستحسان وهذا الفوز بالمركز الاول من بين 50,000 متقدم لهذا البرنامج. ما اعرف اذا بعدك موجود ويانا زين العابدين. موجود. ما اعرف الصوت انقطع. اريد اسالك عن محافظتك، محافظه السماوه، شنو غرزت بيك؟ شنو اللي ظهر من خلال كتابتك لهاي المحافظه؟ طبعا محافظه السماوه من المحافظات التي ازعم انها فيها تنوع جغرافي وفيها تنوع في المعيشه، فيها الحضار، فيها الريف، فيها البداوة. فهذا التمازج وهذا التداخل فيما بينهم أعطى لهذا الشخص ولهذا الكاتب أعطاه أبعاد متعددة، فلا تنظر للأشياء من زاوية واحدة. فهذا هو تأثير السماوة، والسماوة طبعا مدينتي التي أفخر بالانتماء إليها. زين العابدين، شنو لكل امرئ، لو صح القول فان لكل امرئ من مدينته نصيب. يعني اكيد طبعا، شنو الحلم اللي تسعى الى تحقيقه؟ طبعا الاحلام كثيره، لكن في الكتابه، حلمي في الكتابه ان استمر في الكتابه، هذا اقصى الحلم. زين، شنو الشطر اللي كتبته بقصيدتك اللي كان خارج من جواك فعلا؟ يعني اكيد هو كل الكلام اللي عبرت عنه هو خارج، بس الشطر اللي حسيت فعلا انه هذا واقعي، هذا ملموس في الدنيا هذه. طبعا اعتقد بان الفكره التي اريد ان اشير اليها هي العنوان. العنوان هو العتاب الذي جاء من هابيل، هذا الهابيل، ربما الهابيل الشخصي، كون كل أحد منا يحمل هابيله الشخصي وقابيله الشخصي وفيه يتنازعان ويتشاكسان. فأعتقد هو هذا الجملة التي أحبها في النص، وأحب النص مجملا، لكن هذه الجملة أحبها أن تكون علامة، وبالتالي وضعتها عنوانا للنص كاملا. زين، مستقبلا شنو راح تسوي؟ شنو الاعمال اللي راح تقوم بها بالمستقبل القريب؟ طبعا يعني الاعمال لا يمكن ان احددها من الان، الاعمال تجيء احيانا دفعه واحده، واحيانا تجيء فرادى، ولا يمكن التنبؤ بها، لكن قلت لك قبل قليل باني اود ان استمر بهذا الطريق الممتع. يعني الابريكان استاذنا
الكبير كان عندما يسألون عن الشعر والكتابة يقول انظروا إليه، انظروا إلى الشعر ذاك الخراب الجميل، أن نستمر بهذا الخراب الجميل. زين، مستقبلا ممكن نشوفك تشترك بمسابقات أخرى؟ طبعا طبعا أنا مستمر وأكتب، أكتب في الثقافة، في الصحافة، أكتب باستمرار، يعني أكتب قصائد، أنشر، يعني أعمل بالصحافة الثقافية بصورة عامة، أكتب مقال، أحاور، أكتب تقارير صحفية، فمستمر بهذا الطريق الذي أود أن يطول. أنا ما أريد أطول عليك، بس عندنا شوية بعض الأسئلة. شنو الموقف اللي أثر بحياتك، اللي بقى عالق في ذهنك؟ طبعا المواقف خاصة المبدع لا يمكن أن أحدد وأقول أن هذا الموقف هو الفيصل أو هو هذا الحد أو الختامي أو اللافت، لكن أعتقد الحياة بصورة عامة هي تجربة عليك أن تستثمرها وتستنفذ كل رصيدك منها. المواقف جميلة تحفز على الجمال، والمواقف قد تكون أحيانا سيئة، لكن ما زال هناك بصيص أمل. رسالتك للشباب العراقي أو الشاب العربي بصورة عامة؟ طبعا رسالتي، رسالتي لكل لكل الشباب ان اجتهدوا، ثمة نكهة رائعة ولذيذة للنجاح، لان تجتهد وتطور من نفسك وان تطور وان تسعى وتمشي هذه الخطى نحو مجد ما تسعى اليه. فاحثهم على الكتابة، احثهم على القراءة، في الرسم، في التشكيل، في الموسيقى، الفنون تبقى، الفنون تبقى ونحن نذهب. أكيد، أشكرك شكر جزيل زين العابدين، شكرا جزيلا لك، وأرجع أكرر أبارك لك على الجائزة اللي حصلت بها. مشاهدينا الكرام، كان معانا الشاعر زين العابدين اللي فاز بقارئ الوطن العربي مثل ما قلت لكم من بين 50,000 مشترك. ويعني ما اعرف ليش، لانه مثلا من محافظة السماوة ما شفنا بعض الاعلام، يعني خاصة الاعلام الاصفر، المواقع هاي تتناول خبر زين العابدين، ما شفنا القنوات ممكن استضافتها حكت عنه. ليش يعني صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يعني موضوع ترند عندهم هناك بالسعودية، يعني ترند وجائزة وكبرى ومن بين 50,000 مشترك فاز. أنا بالعراق يعني مثلا ليش، يعني لأنه من محافظة معينة مثلا ما حد يظهر زين العابدين إلى الإعلام، ما حد يسولف به، ما حد يقول له يابا شلون فزت، شلون رحت، شلون شاركت، ايش قريت، ليش يعني شنو السبب، يعني ما أعرف. أنا أتساءل. على العموم هذا مثل ما قلت لكم النص اللي فاز به، عتاب متأخر من هابيل، وفاز بقارئ الوطن العربي. هذه صورة زين العابدين من التتويج، من الفوز، وأيضا هذه صورة زين العابدين من إحدى شوارع السعودية، وصورة معلقة في العواميد، ويعني هيجي بالسعودية معلقين له صور وهذا، بينما احنا الاعلام هنا ساكت، شنو السبب ما نعرف. على العموم احنا من قررنا انه نستضيف زين العابدين ونسولف وياه، فهذا هو لانه مبدع، لانه عراقي، لانه فاز بجائزة من بين 50,000 مشترك. لذلك لازم يظهر زين العابدين للاعلام، لازم كل الناس تشاهد زين العابدين وإبداع زين العابدين.